شوفوا عفوا، نحن لسنا من الذين نقول أن المسلسلات كلها محرمة أو الفن محرم أو أنه السينما وغير ذلك، أبدا. نحن مع الفن ومع الإنتاج الفني، ولكن المهم المحتوى. المحتوى إن كان محتوى هابط أو محتوى ساقط أو محتوى في الواقع يضر في تربية الناس وتوجيه الناس، هذا اللي احنا في الواقع نقول الشيء الذي فيه مثالب ومشاكل وفي نفس الوقت مفسدة، نحن نقول لا يجوز النظر إليه. ولكن نعم، الإنسان ينظر مسلسلات أو أفلام، ولكن تكون على حال ذات هدف وذات محتوى جيد ولا تضر البنية التربوية للإنسان المتدين. نعم، أحسنتم سماحة السيد.